بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 121. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونذكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع طه السيد من الدمام، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: من هم محارم الزوجة جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محارم المرأة بينهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ولا يجين دينكهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، في سورة النور: ولا يجين دينكهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي القربى من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فمحارم المرأة هم زوجها، وقد ذكر الفقهاء قاعدة في هذا، قالوا: كل من تحرم عليه أن يحرم عليه نكاحها على التأبيد، أن يحرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو سبب مباح. محارمها هم كل من يحرم نكاحها له على التأبيد بنسب أو سبب مباح، كأبيها وابنها وأبي زوجها وابن زوجها وابن أخيها وابن أختها إلى آخره. وكذلك من تحرم عليه الرضاع، من أرضعته خمس رضعات، أو كان أحلها من الرضاع، أو عمل لها من الرضاع، أو ابن أخيها من الرضاع، بقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لزوجتي أن تصلي من خلفي أو يكون معها زوجة أخي إذا كنا في سكن جماعي؟ جزاكم الله خيرا. يجوز للنساء أن يقتدين بصلاة الرجل، لكن يقفن خلفه، ولو كانت امرأة واحدة فإنها لا تقف معه، وإنما تقف خلفه. فموقف النساء دائما خلف الرجال سواء كانت واحدة أو أكثر. جزاكم الله خيرا. ما حكم لعن الحيوان؟ حرام، لا يجوز لعن الحيوان ولا لعن غير الحيوان من المساكن أو البقاع أو غير ذلك، لأن اللعنة كلمة قبيحة لا يجوز إطلاقها على من لا يستحقها، لا من الدواب ولا من المساكن ولا من البقاع ولا من الأشخاص أو غير ذلك، لأنها كلمة قبيحة، كلمة خطيرة، والمؤمن لا يكون لعانا وإنما يصدر عنه الكلام الطيب. جزاكم الله خيرا. المستمعة عائشة الخالدي من ضواحي الأرطاوية بعثت تسأل وتقول: إن لها جدة تبلغ من العمر 100 عام، وهي كثيرا ما تبكو من عدم احتفاظها بالوضوء، وحينئذ تسأل: كيف تكون صلاتها؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان عدم احتفاظها بالوضوء بصفة دائمة، يعني يخرج منها الخارج بصفة دائمة، هذا يعتبر حدثا دائما، فعليها أن تتوضأ عند إرادة الصلاة، عندما تريد الصلاة تتوضأ ثم تصلي في الحال، وليس عليها شيء لو خرج منها شيء، لأن هذا لا تستطيعه، لا تستطيع منعه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما إذا كان هذا ليس بصفة دائمة، إنما يخرج بعض الأحيان أو يحصل معها في بعض الأحيان، حينئذ يجب عليها أن تعيد الوضوء، لأنه ناقض للوضوء وهو ليس بصفة دائمة، فهو ناقض للوضوء، فإذا حصل فإنها تعيد الوضوء وتصلي. جزاكم الله خيرا. من شمال سيناء المستمعة عائشة بعثت
برسالة وضمنتها عددا من الأسئلة. في أحدها تسأل عن حكم ترك العقيقة، لأنه يوجد عندنا كما تقول أناس لا يهتمون بهذا الأمر، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة، ولا ينبغي للأب أن يتركها، لأن فيها خيرات للطفل وشكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة المولود، وفيها توسعة على أهل البيت وعلى الجيران، فهي خير كثير، وهي سنة مؤكدة لا ينبغي للوالد أن يتركها، لأنه إذا تركها فوت على نفسه وعلى المولود وعلى أهل البيت خيرا كثيرا. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل فضيلتكم تسأل عن حكم مصافحة الرجال للنساء. لا تجوز مصافحة الرجال للنساء إلا إذا كنا من محارمهم، يجوز للرجل أن يصافح المرأة التي من محارمه، أما التي ليست من محارمه فلا يجوز له مصافحتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء، وإنما كان يبايع النساء بالكلام لا بالمصافحة، وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وذلك من أجل الابتعاد عن الفتنة، لأنه إذا صافح المرأة التي لا تحل له سبب ذلك الافتتان بها، وسبب ذلك التساهل بينهما، وربما تجر إلى ما لا تحمد عقباه. جزاكم الله خيرا. لها سؤال آخر تسأل فيه عن الجن، أين هم وهل هم مخلوقون الآن؟ جزاكم الله خيرا. الجن خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات القرآنية، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي، فوجود الجن أمر مجمع عليه وثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فمن أنكر وجودهم فهو كافر، أما أين هم فهم في ملك الله سبحانه وتعالى، يعيشون معنا في هذه الأرض، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى إمكانية تختلف عن إمكانية الإنس، كونهم يطيرون في الهواء أو ينتقلون بسرعة إلى الأمكنة ويتشكلون بأشكال مختلفة، وهم عالم لا نراهم، يعني في الغالب قد يراهم بعض الناس، ولكن الغالب أنهم لا يرون، بقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني الشيطان يرانا هو وقبيله يعني الجن من حيث لا نراهم، فهم عالم مستور عنا، وهم من عالم الغيب الذي نؤمن به وإن لم نره لخبر الله سبحانه وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على ذلك، وهم مكلفون بالعبادة مثل الإنس كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم مكلفون بالعبادة، مكلفون بطاعة الله سبحانه وتعالى، ومنهيون عن معصية الله، والعاصي منهم يدخل النار والكافر منهم يدخل النار. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مواطن مصري يقول أنا حلفت بالطلاق 3 مرات وكنت في حالة غضب، فما حكم ذلك الطلاق؟ لا شك أن التلفظ بالطلاق له آثار خطيرة، وأما مسألة ماذا يلزمه فالواجب عليه أن يأتي شخصيا إلى أحد المشايخ ويسأله ويستفصل منه ويبين له الحكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع المسيري عبود حسن يسأل فضيلتكم شيخ صالح تفسير سورة الضحى، جزاكم الله خيرا. في هذه السورة يمتن الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بما أنعم عليه من نعمة الرسالة والهداية والإغناء من الفقر، ويأمره سبحانه وتعالى بأن يذكر نعمة الله وأن يحسن إلى السائل وإلى اليتيم والضعفة، وذلك من سبب نزول الآية والله أعلم أن الوحي تأخر نزوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخاف النبي صلى الله عليه وسلم من تأخر نزول الوحي أن الله سبحانه وتعالى قد غضب عليه أو أخذه بشيء، فأنزل الله هذه السورة، أقسم في أولها بالضحى والليل إذا سجى، لأن هاتين آية الضحى وآية الليل آيتان عظيمتان من آية الله سبحانه وتعالى تدلان على قدرته سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم إلا بشيء فيه سر عظيم وعبرة عظيمة لينبه العقول إلى تفكر في ذلك، أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، ونفى الله سبحانه وتعالى
أن يكون الله قد على نبيه صلى الله عليه وسلم، أو أنه ودعه، أو أنه أخر الوحي عنه بسبب أنه قلاه أو ودعه، وإنما أخر الوحي لحكمة منه سبحانه وتعالى، وأخبر سبحانه وتعالى أن ما عند الله له في الدار الآخرة من النعيم المقيم والفوز في الجنة خير له مما أعطاه في الدنيا، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم بين سبحانه وتعالى حالة الرسول في أول أمره، ألم يجدك يتيما فآوى، أنه صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو صغير، وكفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب، وذلك بتسخير الله سبحانه وتعالى. ألم يجدك يتيما فآوى، أي سخر لك هؤلاء لأن كفلوك وقاموا عليك بالتربية، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى، يعني كان صلى الله عليه وسلم لا يعرف طريق الحق ليلة أن الله سبحانه وتعالى هداه له ودله عليه، فهذا مئمة من الله سبحانه وتعالى. ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وجدك عائلا فأغنى، العائل هو الفقير، وقد أغنى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بما أعطاه من الخير ومن العلم ومن الرسالة ومن المال حتى أغناه الله سبحانه وتعالى. ثم أرشده صلى الله عليه وسلم، أرشد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشكر نعمة الله عليه، وأن يعرف حالة المحتاجين، أما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهى، وأما بنعمة ربك فحدث، أي بالشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى. وشكر النعمة يكون بثلاثة أمور، شكر له ثلاثة أركان لا يصح إلا بها. الركن الأول الاعتراف بها باطنا في القلب، الركن الثاني التحدث بها ظاهرا في اللسان، والركن الثالث صرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من سلطنة عمان، باعثها أحد الأخوة المستمعين من هناك، يسأل ويقول: إنني أعمل في مكان يبعد عن قريتي بألف كيلومتر، وأجلس هناك لمدة شهرين، فهل أقصر بين الصلاة بالرغم من أنه يوجد في هذا المكان مسجد وإمام مقيم؟ جزاكم الله خيرا. إذا سافرت إلى مكان لعمل من الأعمال أو لتقيم فيه إقامة تزيد على 4 أيام، فإنه يلزمك إتمام الصلاة، لأنك لما نويت الإقامة التي تزيد على 4 أيام فقد انقطعت أحكام السفر في حقك، وصار لك حكم المقيمين، فيلزمك إتمام الصلوات، ويلزمك صيام رمضان، وتكون كحالة المقيمين تماما، لأن أحكام السفر انقطعت بنية الإقامة التي تزيد على 4 أيام. هذا مذهب جمهور أهل العلم. جزاكم الله خيرا. هل أقرأ الفاتحة خلف الإمام أم لا؟ إذا قرأتها في صفات الإمام في الصلاة الجهرية أو كانت الصلاة السرية كصلاة الظهر وصلاة العصر فإنك تقرأ الفاتحة، تقرأها في الصلاة السرية وتقرأها في الصلاة الجهرية في صفات الإمام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأردن رسالة بعثت بها إحدى المستمعات، تقول: ابنة الإسلام جيم كاف مين، تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: ما حكم صلاة المرأة أمام الرجل، هل يجوز ذلك أو لا؟ لا يجوز هذا، إذا كان في مكان واسع لا يجوز لها أن تصلي أمام الرجل، لأن هذا يسبب الفتنة. وأما إذا كان المكان ضيقا وزحمة، مكان مزدحم، فهذا يكون باب الضرورة، مثل حالة الناس في الحرم، المسجد الحرام، أن هذا لا يمكن التحرز منه. أما في المكان الواسع والمكان الاختياري فلا يجوز للمرأة أن تصلي أمام الرجل، وإنما موقف المرأة تكون خلف الرجل أو خلف الرجال، لأن النساء كنا يصلين خلف الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أخرهن من حيث سخرهن الله. جزاكم الله خيرا. تسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما المقصود بما ظهر منها؟ هل هو الوجه والكفان، وهل يجوز كفان
وصفهما جزاكم الله خيرا. الصحيح أن ما ظهر منها يراد به زينة الثياب، زينة الثياب، أما زينة البدن من الوجه والكفين أو ما على الكفين من الحلي فالواجب على المرأة سترهما، هذا ما فسر به الآية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعليه جمع كثير من أهل العلم. فالمراد بما ظهر منها المستثنى هو زينة الثياب. نعم. جزاكم الله خيرا. هل هذا حديث أي الجنة تحت أقدام الأمهات؟ نعم، بمعناه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن بر الوالدين والإحسان إليهما أنهم سبب لدخول الجنة، كما أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب وهو سبب لدخول النار والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. لا ينزل الله يوم القيامة إلى رجل غير متزوج، هل هذا حديث؟ هذا لا، ليس بحديث فيما أعلم، والذي لم يتزوج لا يخرج بذلك عن دين الإسلام ولا يوجد ذلك طرف الرب سبحانه وتعالى نظره عنه، وإنما الزواج أمر مستحب أو واجب إذا خشي الإنسان على نفسه من الفتنة فهو واجب، لكن لو تركه فإن ذلك لا يجب أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه يوم القيامة. قال عليه السلام: سيكون في آخر أمتي نساء كافيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. هل هذا نص الحديث؟ نعم، هذا هو لفظ الحديث تقريبا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، في قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأجناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وفي لفظ: إلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا فيه وعيد شديد على النساء اللاتي لا يعتنين بالستر والصيانة، والنساء اللاتي يتعرضن للفتنة ويعرضن أنفسهن لغضب الله سبحانه وتعالى بسبب أنهن يفتن أنفسهن ويفتن غيرهن بعدم العناية بالحجاب وعدم العناية بالستر والحياء والعفة والأخلاق الإسلامية. جزاكم الله خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تسأل عنهم، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها حتى كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. هل هذا حديث؟ بهذا اللفظ لا أعرفه، ولكن معناه صحيح، وردت به أحاديث. فلا شك أن ملازمة جماعة المسلمين وطاعة ولي الأمر في غير معصية الله أن هذه أمور واجبة، ومعصية ولي الأمر فيها نهي من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة في غير معصية الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم عبد. قال صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، وذلك في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما ذكر في بقية السؤال من الأمور المشروعة كلها وردت فيها أدلة وأحاديث، وهي من الطاعات التي يثاب عليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، يسأل جمعا من الأسئلة في أحدها، يقول: من حلف أنه لا يملك الشيء الفلاني ناسيا فهل يكون آثما؟ إذا حلف الإنسان بناء على غالب ظنه، حلف بناء على غالب ظنه ولم يتعلم ثم بان الأمر بخلاف ما حلف عليه فلا حرج عليه بذلك، لأن هذا يعتبر من لغو اليمين. الله تعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فهو لم يتعمد الكذب. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أتلف من رجل كسبه غير مشروع؟ إذا تحققت أن كل ماله من الحرام، إذا تحققت أن كل ما عنده من الحرام فلا يجوز لك أن تقترض منه، أما إذا لم تتحقق وإنما هو
مجرد ظن أو هذا الرجل عنده مال مختلف من الحلال والحرام، فلا بأس أن تقتيض منه وأن تأكل من طعامه، لأنه لم يتعين أنه من الحرام، والأصل الإباحة. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المستمع أو المستمعة سين عين ألف يسألون عن حكم الشرع في وضع المرأة المكياج تزيينا بزوجها أو في ليلة عرسها. لا بأس أن تتزين المرأة بالمكياج أو غيره لزوجها، أما إذا تزينت من أجل الخروج إلى الشارع أو الخروج إلى الناس بزينتها فهذا أمر محرم بما فيه من الفتنة والتشاهل. أما تزين المرأة لزوجها بما أباح الله سبحانه وتعالى من أنواع الزينة فهذا أمر مطلوب ومأمور به. جزاكم الله خيرا. ما حكم قص الشعر للتزين مع أنه لا يكون فيه تشبه بالرجال؟ الذي أراه أن هذا لا يجوز لأنه لا داعي له، والتزين إنما يكون ببقاء الشعر لا بقصه، مع يرى صاحب هذه العادة من التشبه بالكافرات وغير المسلمات، لأنه ما عرف هذا القصد إلا من طريق الكفار أو نساء الكفار. أما نساء المسلمين فكان المعروف الاحتفاظ بشعورهن والتجمل بها وإصلاحها، وهذا هو المعروف. أما قص الشعر من باب التخفيف أو العلاج، كون المرأة مثلا تحتاج إلى قصه من أجل أن تخففه ولكونها لا تطيق إصلاحه لفقرها، فلا بأس بذلك كما فعلت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا.